فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت اللقطة شاة، فهل يحفظها عنده حتى يعرفها سنة، أم يبيعها ثم يحفظ ثمنها؟ الشاة في البلد لا يأخذها، يلقاها صاحبها. أما الشاة في البر عليها خطر من الذئب أو يأخذها غيرك، خذها كما قال صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، فخذها. فإن جاء صاحبها فادفع قيمتها له، وإن لم يأتي فهي لك. نعم.